كرة مع نادي الشباب. حمد الفارسي تلعب أوسينو سيزار بيتقدم بشكل سريع يتركها إلى الفارسي توصل إلى عمر أبو حمد تلعب البادر إلى سانك بيرد توصل بالنص ناصر الوهيب دفاع الشباب المتقدم في منطقة الوسط سليم ماندو توصل ناحية اليسار إلى نداي نداي كرة معاه نداي بيتقدم وهذه خطرة لكن إلى خارج الملعب حاول أن يستغل الأمور لصالحه وتكون مخادع